تعالوا بقى لكارثة كبيرة محتاجة فعلا لتدخل سيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي ورئيس اللجنة الأولمبية مهندس هشام حطب. عقد مريم مع نادي الزمالك، وهقول لكم ليه احنا في كارثة قانونية. اتحاد الطايرة علشان يرضي نائبة رئيس الاتحاد فكروا في فكرة جهنمية، وقالوا هنلغي العقود القديمة ونعمل عقود جديدة. طيب اللجنة الأولمبية رفضت هذا الأمر، مش بس كده، ولكن اللجنة قالت إن العقود الجديدة لا يتم العمل بها إلا بعد قرار الجمعية العمومية للاتحاد. طيب ده معناه، قبل ما أوري لحضراتكم الصورة دي، ده معناه إن الجمعية العمومية للاتحاد الطايرة اجتمعت وأقرت العقود الجديدة علشان كابتن مريم تروح تمضي في نادي آخر اللي هو نادي الزمالك. طيب خلينا أقول لحضراتكم المفاجأة. المفاجأة بتقول أن الجمعية العمومية للاتحاد المصري للكرة الطائرة لم تنعقد. طيب الكلام اللي أنا بقوله ده أي كلام؟ كلام هجس، أنا بقول أي كلام؟ لا يا فندم، أنا ما بقولش أي كلام. من خلال البيت الكبير دايما تعودت مع حضراتكم ان انا لما اجي اتكلم هوري لحضرتك مستند رسمي، مستند رسمي وليس شيء جايبه من جيبي مطلعه عشان اقوله، مستند رسمي، ومن حق كل الناس ان هي تخش وتشوف هذا المستند. وبص حضرتك الاختام واضحه، اللجنه الاولمبيه، لو سمحت يا سمير، ماشي، فوق حضرتك مكتوب ايه؟ اللجنه الاولمبيه المصريه. لمين؟ بترسل لمين؟ السيد المهندس ياسر قمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة زي ما حضراتكم شايفين فوق، تحية طيبة وبعد، بالإشارة إلى المذكرة المقدمة من النادي الأهلي والواردة للجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 18/5 والخاصة بتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكرة الطائرة بعدم الاعتداد بالنسخ القديمة من عقود اللاعبين وضرورة تقديم نسخة جديدة من العقد أثناء توقيع العقود بالاتحاد، مرفق التعميم معاهم يعني الورقة بالتعميم، وبمراجعة كل ما سبق فإن التعميم الصادر بإلغاء نسخ العقد لم يكن بالإجراء الكافي. إسلام الشاطر اللي بيقول، ولا جمهور النادي الأهلي اللي بيقول، ولا النادي الأهلي اللي بيقول، لا يا فندم، اللجنة الأولمبية المسؤولة عن هذا الأمر هي اللي بتقول لم يكن بالإجراء الكافي لإلغاء نسخ العقود السارية، حيث أن العقود هي جزء أصيل من قواعد انتقالات اللاعبين ونظام المسابقات بالاتحاد، والتي يتطلب الأمر تعديلها بقرار مجلس إدارة، وتضمين مثل هذه القرارات بنشرة التعليمات المنظمة للاتحاد أو اللائحة الأساسية. وإيه بقى الجزء المهم اللي يخص حضراتكم؟ واعتمادها، مش أو، واعتمادها من الجمعية العمومية للاتحاد، وهو ما لم يتم وفقا للتعميم الصادر من الاتحاد، لا سيما أن مثل هذه القرارات تتطلب مدة تطبيق لا تقل عن 6 أشهر حتى تستطيع الأندية واللاعبين توفيق أوضح. أنا ما بقولش حاجة من جيبي، ما بقولش حاجة من عندياتي زي ما بيقولوا. اللجنة الأولمبية المصرية المسؤولة عن هذا الأمر هي اللي بتقول لحضراتكم اعتماد الجمعية العمومية، ما كانش في جمعية عمومية، أو حتى هذه اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم لا يتواجد جمعية عمومية، وبالتالي يا سيادة الوزير إحنا في كارثة قانونية. يا سيادة الوزير إحنا في كارثة قانونية، من فضل حضراتكم تشوفوا حل لهذا الأمر، لأنه الاتحاد المصري للكرة الطائرة بيدعو لعيبة الطائرة في كل مكان إن هم إيه؟ اللي عايز يجي يمشي فيكوا يمشي، وما تقلقوش هتتوقف 4 شهور وهتروح تاخد ضعف فلوسك الناحية التانية. هل ده يرضي الرياضة في مصر؟ أو المسؤولين في الرياضة في مصر؟ أنا متأكد أنه سيكون هناك إجراء قوي في هذا الأمر، لأنه في النهاية
النادي الاهلي بيحافظ على حاجه اسمها، معرفش انتوا عارفينها ولا لا، احترام العقود. احترام العقود، ومن بعد كده نشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر.